نروح نشوف أهم ما قيل عن النادي الأهلي في الصحف النهاردية. الأهرام: كارتيرون في رسالة لجماهير نادي شجعوا الأهلي فقط، نواجه فريقا هزم حامل لقب النسخة الأخيرة ونحتاج لمساندتكم. الأخبار: الأهلي يعاين استاد السلام قبل لقاء وفاق ستيف، الفريق يدخل معسكرا مغلقا، وكارتيرون رغبتنا كبيرة تحقيق فوز مطمئن. الجمهورية: الأهلي يحتج رسميا على عقوبات الكاف. المسا: من إدارة الأهلي للجماهير بعد عقوبة الكاف، التزموا التشجيع المثالي حتى لا نعاني. كارتيرون: مواجهة ستيف صعبة ونسير بخطة ثابتة. تشناوي وزكريا وهشام جاهزون. الشناوي وزكريا وهشام جاهزون للمباراة. الوفد: الأهلي يبدأ حملة نوعية جماهيره حول توعية جماهيره قبل موقعة ستيف، أزارو يعود لقيادة الهجوم، وتعليمات خاصة لرقابة جابو أحد أخطر لاعبي وفاق ستيف. الوطن: محسن وأزارو مفاجأة الأهلي أمام ستيف وغياب ثلاثي عن اللقاء. المجلس يعتمد اللائحة الجديدة، والعمري يبدأ حملة توعية الجماهير، وكلمة لعاشور للمطالبة بالسلوك الرياضي. الأخبار المسائية: الأهلي جاهز لإسقاط وفاق ستيف، الفريق يختتم استعداداته لمواجهة لهذه المواجهة، وكارتيرون يؤكد على صعوبة المنافس. اليوم السابع: الأهلي يصرف 40 مليون جنيه للاعبيه قبل مواجهة وفاق ستيف في دوري أبطال أفريقيا، الأحمر يختتم استعداداته اليوم لمواجهة بطل الجزائر. الأخبار: محمد يوسف مخطط للوصول للنهائي الأفريقي. الأخبار: رئيس وفاق ستيف: مواجهة الأهلي صعبة ونستعد نفسيا. الهداف الجزائرية: الوفاق يصل إلى القاهرة بعد رحلة هادئة ويصطدم بالحرارة الشديدة. روزا يوسف: الأهلي يطلب تأمينا مشددا لبعثة وجماهير وفاق ستيف، تشكيل لجنة لبحث فسخ عقدي صلة وسبورت. الجزائرية: رئيس بعثة وفاق ستيف إلى القاهرة، نتمنى تكرار سيناريو 88 أمام الأهلي المصري. الهداف الجزائرية رضواني: الخسارة أمام الشبيبة لن تؤثر فينا وسنعود بنتيجة إيجابية من مصر. الشروق: مؤمن زكريا وافق على تجديد عقده مع الأهلي. الأهرام: مجلس إدارة النادي الأهلي يشارك الليلة في تكريم مؤسسة الأهرام لحسن حمدي.